عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة حلقتنا. رودريغ عنوان كتير كبير يمكن كتار نطروه. هلأ بس بداية هيك بحب ضوي على شغلة، انه انا اليوم عم بستقبلك ككاتب وكمحامي، ولكن ايضا رودريغ انت خي وصديق، وانا كتير مبسوطة وفخورة انك موجود معي اليوم. روم المشرق بين اللغة والهوية، قديش سمعنا جدليات وآراء مختلفة يعني عن الروم، عن هويتهم، اللي بيقول أصلهم يوناني، اللي بيقول أصلهم سرياني، كل حدا كان يقول شيء. فاليوم أنت عم بتحط بين إيدينا كتاب مثل ما أنك معرف عنه، هو بحث تاريخي موثق. رح تخبرنا شوي بعد عن الدراسات اللي قمت فيها لحتى توصل لنتيجة هذا الكتاب، ولكن بداية شو الهدف منه؟ خبرني كيف اجت الفكرة. يعني أول شيء بدنا نشكرك أرزي على الاستضافة، ومثل ما قلتي نحن بنفتخر، يعني حتى نحن بنفتخر بصداقتك. شكرا. أيادي مسؤولة أنت، أياديكي هي الأيادي المسؤولة. الكتاب بلشت فكرته معي يعني من الطفولة، من وقت اللي كنت طفل صغير وبلشت أتعرف على هويتي. أنا ابن عائلة رومية أرثوذكسية من منطقة الكورة بشمال لبنان، وهي عائلة يعني ملتزمة في الكنيسة، جدي كاهن. فلما كنت ولد يعني بتذكر أنه جدي كان يحطني بحضنه ويقول لي نحن يا جدي روم ومنصلي بالثلاثة. فهالابن أربع سنين يعني بده يسأل أنه أول شيء شو معناتها روم؟ يعني ليش اسمنا روم نحن؟ هل روم تعني فقط انتماء ديني او عقائدي او انتماء ايضا حضاري ولغوي؟ اذا انتماء بس عقائدي، ليش الروم الكاثوليك ايضا بيتسموا الروم وهن بالعقيدة قد يكونون في احيان كثيرة مختلفين عن الروم الارثوذكس؟ فأصلاً هيدا كان أول سؤال كبير منذ الطفولة أدى بعدين لحتى أعمل هالبحث. نعم. سؤال آخر هو لما نكون نحن بالقداس عم نسمع لغة غير العربية عم يترتل فيها، وبين كتب جدي القديمة يعني كنت لاقي هيك كتب قديمة ومخطوطات يعني مكتوبة بلغة غريبة، فسألت إنه شو هاللغة هيدي الغريبة المكتوب فيها؟ قال لي جدي هيدي لغة يونانية هاللي منرتل فيها خريستوس أناستي وقت أحد القيامة. فإذا سألت تاني سؤال جوهري، ليش منرتل باليوناني نحنا وليش طقوسنا كلها باليوناني؟ ليش مش سرياني؟ ليش الموارنة بالسرياني؟ ليش نحنا باليوناني مثلا؟ وليش الروم الكاثوليك من باليوناني؟ يعني حتى دفعك هيدا الشيء انك تفتش يمكن على حضارات أخرى. أكيد طبعا طبعا. فإذا السؤال الثالث هو لما كنت بالمدرسة يعني بصف تروازيان بعتقد بروفي، كنا عم ندرس والأستاذ عم بيعلمنا عن حروب الروم والعرب وقصائد المتنبي في الحروب ما بين الروم والعرب. بطبيعة الحال أنا أنطق باللغة العربية، يعني سألت الأستاذ أنه طيب أستاذ ليش عم تقول حروب بين الروم والعرب؟ ليش الروم مش عرب؟ فهون بيسكت الأستاذ، بيصمت هيك وبيفكر ويعني بينطر وقت لحتى يعني بيرتبك حتى يرجع يعطيني إجابة. بعدين الإجابة كانت أنه لا، أنتوا الروم غير الروم يلي مذكورين بالقصيدة. فإذا أنا حسيت هون أنه في علامة استفهام، في علامة استفهام، الجواب غير مقنع، فيجب أن أبحث في من هم روم المشرق. أنا مشرقي أنطق الآن باللغة العربية، ولكن جدي علمني منذ الصغر أنه نحن اسمنا الروم ويجب أن أفاخر بهذا الاسم. فإذن من هم روم المشرق؟ لماذا يصلون باللغة اليونانية؟ ليش يتشاركون مع الروم الكاثوليك كل المظاهر الحضارية والطقوس واللغة والتاريخ والدم والعائلات إلى آخره؟ ماذا حصل في هذه الحروب بين الروم والعرب حتى كتب المتنبي هذه القصيدة أو هذه القصائد؟ فبلش معي مشوار البحث عن روم المشرق.
وبلشت أقرأ كتب أكيد يعني لمؤرخين معروفين، ولكن هن مؤرخين حديثي العهد، يعني مؤرخين كتبوا بالقرن العشرين أو بالقرن التاسع عشر خلينا نعم نقول. هالمؤرخين هودي بصراحة مهمين جدا، حطوني على السكة، ولكن كنت أشعر أنه يجب بعد أن لازم يكون ترجع. هناك المزيد من البحث. فهن دلوني على مراجع ومصادر أخرى اعتمدوها هن بدراساتهم، رحت جبتها كمان. قديش كانت صعبة رودريج إنك توصل لهدول المراجع والمصادر ولا؟ بصراحة كانت صعبة كتير، يعني لأنه هي ما بقى موجودة، مفقودة من السوق، مش موجودة بالسوق بقى، نفدت. واضطريت اني اروح على مكتبات الاديار القديمه لحتى اشوف هالمصادر اذا بلاقيها فيها. مثلا دير حماطوره، دير سيد حماطوره، لقيت فيه بعض الكتب القديمه يلي هي نافده، يعني اليوم من السوق نوجه تحيه لابونا بندليمون. أكيد على كل هذا الدير شو ما بتضيع بحالك أو حواليك بتلاقيه نشكر فيه. الله، نشكر الله، بيفتقدنا دائما ربنا بوجود قديسين واديار. يعني احنا دائما شهر المشرق بالاديار، نعم. بكل حال هو الأديار هي اللي عملت النهضة الروحية عنا. هل اضطرك هذا الكتاب إنه تسافر للخارج بمطارح معينة حتى صحيح صحيح تتابع؟ صحيح صحيح صحيح. هلا على كل حال احنا خلينا نكفي، فإذا السرد صار يدلوني على المصادر يلي هن اعتمدوها يلي ما كنت لاقيها بصراحة نعم بالسوق وبالمكتبات. اضطريت اني اطلع على الأديار، وطلعنا كمان على مكتبة البولسية، تبع مكتبة البولسية البطريركية يعني نعم بحريصة، وشفت هونيك كم هائل يعني من القصص القديمة، من المصادر القديمة، واعتمدت بهالدراسة. اعتمدت بهالدراسة على المصادر العربية أو مصادر المؤرخين العرب اللي كتبوا عن مرحلة الفتوحات العربية ومرحلة حكم الروم للمنطقة تقريبا من فترتها. يعني هم كتبوا من القرن السابع، من القرن التاسع، من القرن الثامن، من القرن العاشر، فكانوا يوصفوا لنا، كانوا شهود عيان بالنتيجة، كانوا يوصفوا لنا قدامهم شو عم بصير، من هم الروم، يعني نقلا عن شهود عيان يعني. نعم فهيدي مهمة جدا، لأنه نحن ماني عم بعتمد أنا على مؤرخين حديثي العهد عم بيكتبوا وعم بينقلوا عن مؤرخين أيضا حديثي العهد، وبالتالي ما حبيت إني أنقل وأنسخ نفس اللي بنقراه بالكتب، حبيت أبحث بالمصادر الأصلية او بالمخطوطات. هل لقيت في، معلش لو عم اقطعك، هل لقيت مثلا بين مخطوطات المؤرخين اللي بحوالي قلت لي القرن العشرين وبين المخطوطات القديمة في وجهات تشابه، يعني كانوا يكملوا بعضهم؟ ببعض الأحيان نعم، ببعض الأحيان لا. وأنا تفاجأت يعني إنه بعض هالمؤرخين الحديثي العهد مثلا كانوا يحكوا عن الروم، عن لغتهم الرومية، عن إنها هي كانت اللغة الرسمية للكنيسة إلى آخره، ويرجعوا يحطوا بمطرح بالدراسة إنه ولكن كان في عرب مسيحيين، بس ما يقولوا إذا كانوا هالعرب المسيحيين هن روم ولا لا، وما وهيدي الجملة اللي يحطوها ما يحطوا لنا شو هو مصدرها. نعم نعم فهالعرب المسيحيين صحيح وجدوا بالتاريخ، ولكن لم يكونوا من الروم، يعني هم عرب نصارى كانوا من اليعاقبة والنصاطرة يلي هن منن الروم الأرثوذكسيين يعني. وفيما بعد مع الفتوحات الإسلامية اعتنقوا الإسلام، وبالتالي المسيحيين العرب الأقحاح اللي هن من القبائل العربية لم يسموا بالروم أبدا بالمراجع التاريخية القديمة. الروم في المشرق هم الذين اعتنقوا المسيحية على المذهب الخلقي دوني، يعني الذين آمنوا بالطبيعتين يعني في المسيح، منن هن اليعاقبة ولا النصاطرة، نعم وهن يلي كانوا يتحدثون باللغة الرومية، وكانت لغة كنيستهم الرسمية اللغة الرومية. رودريك بس تقول اللغة الرومية، يعني نعم، أنا شو بكون عم بحكي عن لغة عن اللغة اليونان يعني اليونانية القديمة القديمة؟ اللي كانت بوقتها، ولكن اللغة اليونانية بوقتها المحكية، مش اللغة السكولاستيكية يعني اللي أوكي هي لغة الأدب، طيب لا. معلي كمان هون بدي أقطعك شوي، يعني أنا بس أحكي عن شعب بيحكي اللغة اليونانية ولكن هذا ما بيعني إنه هو يوناني، يعني الأمة الرومية هي أمة بحد ذاتها قائمة وتنطق باللغة اليونانية، مثل ما هلأ هي الأمة الرومية لو ما بنعرف حالنا أنه نحن أمة رومية
هون انا فضحت حالي امي روم، ولكن بننطق باللغه العربيه. ما بعرف اذا قربت وجهات النظر، لانه حتى هيدي النقطه صار في خلافات عليها كثير، يعني من صح. اول ما انت بلشت تشتغل، لا رح نفوت بالحديث مش من اول ما انا بلشت اشتغل، ارزي الخلافات حول الهويه الروميه للروم بلشت ببدايه القرن العشرين بصراحه. هيدي خلافات قديمة، يعني عندنا مثل مثلا الأب قسطنطين الباشا المخلصي اللي هو أكبر المؤرخين بكنيسة الروم الكاثوليك، هو يؤكد على هوية الروم المشرقيين اليونانية ولغتهم اليونانية. أوكي، لغتهم أنا عم وهوياتهم اليونانية. أحكي لك الأب قسطنطين الباشا شو بيقول. عنده كتاب معروف يعني، وهو أهم المؤرخين بكنيسة الروم الكاثوليك. رح اقول لك شو صار ببدايه القرن العشرين. ببدايه القرن العشرين كان عندنا كابوس نحن المسيحيه المشرقيه اسمه تركيا، الخلافه العثمانيه. فكان بدنا نتخلص من هالكابوس يلي اسمه السلطنه العثمانيه. كيف بدنا نتخلص منه؟ بصير في مراسلات، وهيدي مذكوره بالكتاب وموثقه، يعني بصير في مراسلات بين يوسف بك كرم وقيادات المسيحيين في البلقان يلي بدات تثور على السلطنه العثمانيه. وبيقول يوسف بك كرم لهالقاضي، يعني مثل دوباكر مثل إغناتييف وكذا، بيقول لهم وكارولو ستافيس باليونان، بيقول لهم بدنا نعمل نحن ثورة أيضا في لبنان، في جبل لبنان، يعني ثورة مسيحية كمان للتخلص من العثمانيين. فبيراسلوه من هونيك وبيقولوا له أنه هل يمكن الاعتماد على مساعدة مسلمي سوريا؟ قال لهم بهالوقت صعب. ليش؟ لأنه ب 1860 كانت صايرة المشاكل بين المسيحيين والمسلمين، ما بتعرف الفتنة الكبيرة. بقول لهم بهالوقت صعب ولكن سنحاول. وبقول لهم بالرسالة أنه ربما نجعل المسلمين يعتقدون بأننا نريد إقامة خلافة عربية تعيد مجد بغداد في مواجهة يعني العثمانيين. فبدأت الفكرة هون عند المسيحيين بخلق قومية عربية تعتمد على اللغة العربية التي تجمع ما بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة الأتراك للتخلص يعني من العثمانيين. كانت هالفكرة اللي كبوها. نعم. فبدأت أفكار القومية العربية. هيدي نقطة. والنقطة الثانية صار في ببداية القرن العشرين أيضا فكرة اجت لعنا للأسف من الغرب، وهي فكرة الدول القومية. يعني الدولة يجب أن تكون منسجمة مع بعضها قوميا، ما بنقدر نتقبل التعددية القومية في الدول. فعلى هالأساس مثلا بنيوا ألمانيا على أساس أنها تكون دولة صافية للأمة الألمانية أو الأمة الجرمانية. وهيدي أدت بعدين لمجيء هتلر القومي المتطرف يلي ما قدر يقبل اليهود لمجرد أنهم مختلفين عنه في العرق. فهيدي حصلت كمان بتركيا، لأنه بتركيا لما حاولوا يبنوا مع أتاتورك الدولة القومية، لما خلصوا من الحقبة الإسلامية وجربوا يبنوا الدولة القومية، أتاتورك كمان أراد أن تكون تركيا دولة للقومية التركية فقط، فبدأ بتهجير القوميات الأخرى من تركيا. ولذلك من دفع هذا الثمن؟ دفع ثمن الروم الأتراك الذين كانوا ينطقون باليونانية. فإذا فكرة الدول بوقتها كانت قائمة على أساس الدول القومية. وحصل هون ديبا كتير كبير، نقاش كتير كبير بنقدر نشوفه بمجلة المشرق، بمجلة المسرة إلى آخره، المجلات اللي كانت تصدر بوقتها وتبحث في هويات الشعوب هون وتعمل دراسات تاريخية. حصل نقاش كبير ما بين المسيحيين ببعض وما بين الروم خاصة ببعض، هل نحن نستطيع أن نقول أننا أروام أو لسنا أروام، أو نحن مثلنا مثل بقية النسيج القومي للمنطقة. ويقال أنه خافوا الروم بوقتها من أنه تنزع منهم جنسيات الوطنية إذا في حال أصروا على هويتهم أو على لغتهم اليونانية. وهالشيء بنقراه مثلا بكتاب حبيب الزيات سنة 1953 صادر الروم ملكيون في الإسلام، بالمقدمة البطريرك ماكسيموس الرابع بالمقدمة بيقول أنه وخاف بعض الروم من إمكانية نزع جنسياتهم منهم إذا ما أصروا على لغتهم اليونانية. فلذلك بدأت ساعتها الدراسات كلها تبحث فيما
يمكن أن يستعمل حجة على أن الروم هن نفس النسيج القومي للمنطقة، ولذلك صرنا نشوف دائما روم بيقولوا أنه لا نحن عرب ونحن عرب قبل الإسلام وإلى آخره، ولكن هيدا هن بيعرفوا تمام كانوا أنه هيدا نظريات طلعوا فيها بوقتها مخافة أن تنزع منهم الجنسيات في حال نشأت دولة قومية. على كل بتخيل هذا الشيء رح تجاوبني عليه بغير يعني هذا الحديث رح ترجع تزيد يعني بغير. خلينا نقول يعني أنا بهمني أنه نحن متجذرون في هذا الشرق، هناك اتجاهات حضارية لهذا المشرق، في فترة من الفترات طغت موجة حضارية على الأخرى، ولكن بقيت كل الحضارات موجودة. يعني عندنا بالأساس مثلا نحن بنعرف الحضارة الآرامية كانت موجودة بالمنطقة، وقبل الحضارة الآرامية كمان هيك الحضارة أصلا تبني على ضمن على اللي قبلها تماما. فإذا وإجت من بعد الحضارة أو خلينا نقول مش إجت يعني إجت يعني إنه احتلال، لا ما فيش حضارة احتلال. الحضارات هي نحن بنختار أو بيصير في اتجاه حضاري تاريخي معين للشعب تلقائيا بيصير هيدا. فصار بالأول حضارة آرامية لكان إجت على إلى جانب ما كان قبلها، بعدين حضارة رومية انتشرت بالمنطقة بقيت إلى يعني جانب ما كان قبلها على اللي قبلها بطريقة، وبعدين حضارة عربية إجت على المنطقة بقيت إلى جانب ما كان قبلها. فإذا نحن إذا بدنا نكون عادلين في الحكم التاريخي يجب أن نقول أنه ما ولا حضارة إلى الحق بأن تسحق الحضارات اللي قبلها وتقول أنا وبس. كل الحضارات موجودة بالمنطقة. الروم هن أحفاد واحدة من هذه الحضارات، هويتهم أو خصائص هويتهم الأساسية تكونت في فترة أو حقبة تاريخية معينة أخذت مما قبلها طبعا، ولكن لها الحق بأن تبقى موجودة محافظة على تميزها وخصوصياتها. طيب رودريغ، هل فيني أعتبر أنه هذا الكتاب هو أول كتاب يوثق تاريخ الأمة الرومية أو انكتب قبله؟ نعم انكتب قبله كتير قليل بصراحة، انكتب قبله عن الروم بشكل عام، عن تاريخ الروم بكل بلاد اللي كانوا حاكمين فيها، يعني من القسطنطينية إلى اليونان إلى غيره. انكتب عن تاريخ البيزنطيين. يعني في عنا كتاب أكيد عظيم لأسد رستم مؤرخ الكرسي الإنطاكي مهم واعتمدناه كتير بهالدراسة، كتب عن تاريخ الروم وكتب عن تاريخ الكنيسة الإنطاكية، طبعا كتب مهمة جدا. في عنا اللي قلت لك عنهم ببداية القرن العشرين مثل أبو قسطنطين الباشا المخلصي مثلا بالألف وتسعمية كتب، ولكن للأسف ما عادوا انطبعوا الكتب تبعه. عنا حبيب الزيات كتب أيضا عمل دراسات وأبحاث مهمة، ولكن هذا الكتاب هو أول كتاب يبحث تحديدا وحصرا في لغة الروم المشرقيين وفي هوية الروم المشرقيين والخصوصيات والمميزات الحضارية للروم المشرقيين. هو أول كتاب. هلأ أنت جاوبتني بالسؤال، يعني حكيتني عن الهواجس اللي كانت عندك أنت وصغير. نعم. ولكن اليوم أنا ما بعرف، بشوف كمان أنه يمكن في عامل أشعل فيك إضافة، يعني يمكن بإطار الأجواء العامة اللي عم نعيشها بالبلد، يمكن بالشرق بسبب السحق اللي عم بيصير إذا بدك لبعض المجموعات من الناس، يعني حتى ما نكون متطرفين. فما بعرف قديش أصبت، يعني هل لقيت أنت أنه اليوم في ضرورة ترجع تحكي عن الهوية الرومية، عن لغتها، عن تاريخها؟ شوفي بالحقيقة أرزي، هو في طريقتين للقضاء على الناس، في إما القضاء على جسدهم يعني الإبادة الجماعية بالقتل بالسيف، إما القضاء على مميزاتهم الحضارية وذاكرتهم. فإذا هذا من جهة بتكوني عم تقضي على الجسد، ومن جهة أخرى عم تقضي على الروح. إذا قضيتي على مميزاتهم الحضارية وعلى ذاكرتهم الجماعية، ما كمان أنت قضيتي عليهم، يعني إذا دوبتيهم بمحيطهم ما أنت كمان هذا نوع آخر من القضاء عليهم. مش بس القتل بالسيف هو قضاء عليه. يعني فيني اعتبر انه هالكتاب اجا كنوع من المقاومة ضد ما يتعرض له المسيحيون بالشرق. بلا ادنى شك، اكيد اكيد. ما اصلا نحن وجودنا، مجرد وجودنا، حياتنا كل يوم هي مقاومة. يعني كل ما عم نتنفس نحن عم نقاوم عوامل الزوال.
مع كل نفس احنا عم نقاوم عوامل الزوال. رودريج سوا بدنا هيك نطلع، ملفت جدا الغلاف، بدي بس تشرح لي شو اللي عم نشوفه فيه. نعم، بالغلاف خلينا نبلش من فوق لتحت. اول شيء هيدي من مخطوطه معروفه جدا مهمه جدا، وهي اهم المصادر اللي بيعتمدوها المؤرخين لمعرفه تاريخ الروم. المخطوطه هي ليوانيس كيليتزيس، محفوظه بالمكتبه الوطنيه بمدريد باسبانيا. نعم، مكتوبه باللغه الروميه، يعني باللغه اليونانيه القديمه، عم بتخبر عن الروم بوقتها. فوق بنشوف سفينه او مركب للعرب بمقابله مركب للروم في باحدى الحروب يلي كانت تصير بين الروم والعرب، وبنشوف نار هون عم تطلع. هالنار هيدي يلي يجمع المؤرخين على انه هي انقذت القسطنطينيه اللي كانت عاصمه الروم بوقتها لسبعه قرون، ل 700 سنه من غزوات العرب وغيرهم عليها. هي كانت اختراع فريد من نوعه واصبح سر من اسرار الدوله، هو سلاح نار مع نفط كانت تنعمل بشكل، كانت يعني اختراع فريد من نوعه. الذي اكتشف هذا الاكتشاف وعمل هذا الاختراع هو من روم بعلبك، يعني هو من الروم البعلبكيين من عندنا مشرقي. نعم، كالينيكوس اسمه. بسبب غزوات العرب للمنطقة هرب مثله مثل كتار مثل آلافات من الروم، هرب إلى القسطنطينية ولحتى يقعد يعني بمنطقة محكومة من الروم. فمن اللاجئين يلي راحوا قعدوا بالخيم بوقتها، مثل هاللاجئين يلي عم نشوفهم اليوم للأسف اللي هم ضحية الحروب دائما، من هاللاجئين يلي هربوا من المشرق وتاريخنا كله حروب، منهم واحد من الروم المشرقيين البعلبكيين كالينيكوس اللي كان يعني ذكي جدا، اخترع هذا السلاح الذي انقذ الامبراطوريه واصبح من اسرار الدوله وانقذ الامبراطوريه لسبعمية سنه. كل المقاومه جايه من الباعي. اوكي، بالمطر الثاني. واليوم عم يدفعوا، اليوم عم يدفعوا نفس الثمن على فكره. نعم، يعني اليوم اهل البقاع بنوجه لهم تحيه على كل حال، براس بعلبك وبالقاع يلي عم يدفعوا ثمن اليوم بسبب هجومات الارهابيين عليهم. على كل حال الصوره اللي تحت هي تابعه للصوره اللي فوق، يعني الصوره اللي الوحوط تحت من نفس المخطوطه، ولكن هي لمعركه ايضا بين الروم والعرب. هون العرب بنشوفهم عم بيهاجموا كانوا القلعه اللي موجودين فيها الروم. نعم، بمنطقه الرها اللي بيسموها اليونان او الروم يعني اديسا. هيدي المنطقه اللي منها القديس افرام السرياني. نعم، وهي اللي كانت معظمها ينطق باللغة السريانية، يعني طبعا كان فيها كمان ناس بينطقوا باللغة اليونانية ولكن معظمها تنطق باللغة السريانية، وكانوا مثل ما بنشوف هون الروم عم بيدافعوا عنها على أسوارها من غزوات العرب. وبنقرأ بالحرف اليوناني القديم هون سراكيني اللي هو اللقب اللي كان يطلقوه الروم على العرب. وبالنص طبعا بنشوف خلفية العنوان هالنسر يلي براسين. نعم، يلي هو رمز الروم عبر العصور وفي كل في كل مكان وفي كل زمان، يعني نسر ذو رأسين وله رمزيات كثيره، ما بعرف اذا معنا وقت لحتى نشرح. مذكور بالكتاب على كل حال شو هي رمزياته. النسر اللي بالرأسين يعني هو اللي بيحكي عن، هو علم الروم. صحيح، والرأسين واحد بدل عن السلطه الدينيه والثاني على السلطه الاساسيه، يعني هم بينسجموا مع بعضهم، بيكون في ارموني بيناتهم. نعم، بينسجموا مع بعضهم بجسد واحد. وأيضا هو رأس ينظر إلى الشرق ورأس ينظر إلى الغرب. نعم، بمعنى مسكونية. نعم، النظرة، أنه نحن لا نحد بقومية واحدة. نعم، نحن لا نحد بجغرافيا واحدة، نحن لا حدود لنا. رودريج، مثل المسيح، لأنه هو المسيح أتى والمسيحية أتت رسالة لكل الأمم، لم تكن محصورة بأمة. نعم، واحدة. وكذلك أيضا حضارة الروم. اختيارك اليوم لهالكتاب روم المشرق ترجع تحكي عن هوية الأمة الرومية وتوثقها بتاريخ، اختيارك للصورة اللي بتبين كيف كان في هجومات سابقة وكيف قاوم الروم أو الأمة الرومية كيف قاومت وبقيت، هل فيني اعتبر اليوم رودريج حط هالكتاب مش بس تيذكر بتاريخ الأمة الرومية، إنما يمكن تيوجه مساج
انه هالامه مثل ما انهزمت بالماضي ايضا اليوم ستعصى عليها شياطين هذا العصر اذا فينا نسميها. يعني طبعا بلا ادنى شك هالكلام صحيح، يعني انه نحن طالما عم نشدد على هويتنا التاريخية ان لا ننسى، يعني اذا اردت ان تتغلب على شعب نسيه تاريخه. نعم، فاذا نحن نقاوم بالفكر لكي نبقى، ونحن نقاوم بكل الطرق لكي نبقى، يعني نحن يجب ان نبقى، وان نبقى كما نحن نريد مش كما غيرنا يريد. نقدر نبقى مثل ما غيرنا بده ايانا، نقدر نبقى يمكن ذميين، نقدر نبقى معتنقين، نبقى كجسد ولكن نعتنق افكار الاخر وايديولوجيات الاخر. هذا منه بقاء. نعم. هذا منه بقاء، هذا زوال صار، مش هيك؟ يعني اذا نحن بقينا كافراد ولكن اعتنقنا افكار الاخرين و ايديولوجيات الاخرين ودين الاخرين ولغه الاخرين، شو بيكون بقي منا؟ ما بيكون بقي منا شيء. نعم. نكون كاتجاه حضاري نحن زلنا. فلذلك ياتي هذا الكتاب في هذا الاطار، الحفاظ على الروم، الحفاظ عليهم فكريا اهم من الحفاظ عليهم جسديا. نقدر نحن نكون 500 شخص نحافظ على وجودنا كافراد، ولكن كلنا هال 500 اعتنقنا دين اخر، ماذا بقي من الارثوذكسيه؟ لم يبقى شيء. على كل رودريغ، بعد يعني هيك اذا فيني اقول هالملخص التاريخي اللي اعطيتني اياه، رح نروح نحن وياك والمشاهدين مع بريك قصير وبنرجع لمتابعه حلقتنا. اذا مشاهدينا بريك وبنرجع لمتابعه حلقتنا. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة حلقتنا. برجع بذكر انه حلقتنا اليوم بتحمل عنوان روم المشرق بين اللغة والهوية، وضيفي هو المحامي رودريغ خوري ورئيس حزب المشرق ايضا، هي ما عرفنا عنه بالاول. رودريغ، اليوم اي فئة من الناس بتنتظر انها تفتش عن ماضيها وتعاود التكلم باللغة الخاصة بلغة الروم او اللغة اليونانية؟ يعني خلينا نقول كل الناس، ما في حدا الا ما بيحب يعرف يعني هويته الحقيقيه شو هي. هلا انا بدي اشدد على شغلي انه نحن يعني نحن من ابناء البلاد، بالنتيجه من ابناء البلاد الاصليين، يعني نحن مش
مش جالية اجت من مطرح بعيد امبارح. صحيح. لا، انما نحن من ابناء البلاد الموجودين، مثلنا مثل غيرنا، يعني مثل ما العرب الموجودين هن كمان اجوا، يعني يمكن اجوا بفترات هجرات من شبه الجزيرة العربية الى منطقة سوريا ولبنان وفلسطين، مثل الاراميين قبلهم اجوا هجرات ايضا الى هون واندمجوا بالسكان اللي كانوا قبل، وكمان اجا ناس من الجزر اليونانيه واندمجوا بالسكان يلي هن هون. فاذا نشا اتجاه حضاري عند السكان الاصليين هن اختاروه. فاذا السكان الاصليين اما اختاروا اتجاه حضاري يعتمد اللغه اليونانيه لغه مشتركه، اما اعتمدوا اتجاه حضاري يعتمد اللغه الاراميه السريانيه لغه مشتركه، او حضارة عربية تعتمد اللغة العربية، ولكن الكل أصيلين بهالمنطقة. نعم. والكل هن عبارة عن هجرات، سواء من جهة البحر، يعني من قبرص والجزر كريت وهيدا، أو من جهة شبه الجزيرة العربية. إذا هيدا بدنا نركز عليه لحتى نعرف أنه نحن أصيلين في الانتماء المشرقي، ولو اتخذنا منحى حضاري اتخذ اللغة اليونانية لغة مشتركة له أو تاريخيا. فإذا كل الناس دون استثناء تريد أن تعرف نفسها، أن تعرف خصوصيتها، ماذا يميزها عن محيطها. يعني نحن ما عم نقول أنه نحن بدنا نرجع اليوم نخلي الروم يحكوا مع بعضهم لغة رومية أو لغة يونانية، أو أنه نحيي لغة قد يكون من الصعب. يعني لأنه أيضا كجندر يعني لهالنقطة هيدي على أنه نوع من التطرف. لا لا، بالعكس، ما في تطرف. أنا أتطرف إذا حاولت أنه أقضي على لغة الآخر، بس أنا لا أكون متطرف إذا حبيت أني أعرف تاريخي شو وإني يكون واعي لتاريخي، وبذات الوقت أنسج أفضل العلاقات مع غيري. طب رودريك، يعني أنت عم تتوجه لكل الناس، ولكن في بعض الروميين إذا بدك أو الأرثوذكس يعني بيقولوا لك أنا عربي، يعني رافض فكرة حتى اليونانية، أو رافض فكرة أنه يكون منتمي لغير الحضارة العربية. وأنت هون بررت يعني، وكنت عم تحكي بهيك بلهجة صديقة جدا، ولما تكون أن لا أكون عربيا لا يعني أن أكون معاديا للعرب، بل يجب أن أنسج مع العرب أفضل العلاقات. ولكن في ناس من ذات الروم مش موافقين على فكرة أنه هن لا ينتمون إلى العروبة. نحن يعني كيف بتنتظر من جميع الناس انه رح اقول لك شغله، هن شوي شوي هيدي بيصيروا بيو هل عم تخلق قضيه من هذا الكتاب؟ لا، الكتاب هو وليده قضيه. نعم. يعني القضيه موجوده، ولكن عم ترجع يعني عم ترجع تعيش. ابدا، القضيه موجوده عندنا. انت بتعرفها. انا اذا حكيت عن القضيه الارمنيه يا رودريك، الارمن بيعرفوا شو قضيتهم، بيعرفوا شو هجرتهم، بيعرفوا شو شو مشكلتهم. ضروري نكون مش عارفين شو نحن لكان لحتى نضيع؟ يعني ما عم بفهم. يعني اليوم بس انت بدك تحكي، نحن مش عارفين شو تحكيني. انا انا ارزي بعرف بس اني انا مثلا روم اورثودوكس، شو بدك تجي تقول لي من خلال هيدا الكتاب؟ يعني لعشو عم تدعيني؟ ليش مستنظر انه انا فتش معك عن هاللغه، فتش معك عن هالتاريخ؟ لوين بيوصلني هيدا الشيء؟ رح اقول لك. انت بالاخر قلتي لي، عرفتي عن حالك انه شو هويتك. شو قلتي لي؟ انا بوعى حالي شو؟ ارثوذكسيه. روم ارثوذكس. نعم. طيب ما سالتي شو معناتها روم ارثوذكس؟ ما انت عم تسالي بالاول انا شو؟ عم بيقولوا لك روم ارثوذكس. نعم. عم تتمسكي بهالهويه، مش هيك؟ هي هويه. طيب ما بدك تعرفي شو معناتها؟ اوكي، عرفت معناتها. بعدين خلص صرتي تعرفي كيف تبني مع الاخر علاقات ضمن الحفاظ على ذاتي، وكيف تنقلي هويتك لابنائك مثل ما ابائك نقلوا لك هويتهم. فاذا نحن عم نقول نريد ان نحافظ على انفسنا، ان نحافظ على هذا الارث العظيم، على شفرتنا الحضاريه، على مجموعه قيم نؤمن بها. لما تقول الهويه واللغه، يعني انت في عندك دعوه لترجع تعيش لغه
معظم الروميين المشرقيين ما عادوا بيحكوها إلا بالصلاة، يعني بتمرق لها جملتين ثلاثة وين كمان. المشكلة يعني إذا حتى أيقوناتنا بلشوا يرسموها ويكتبوا بالعربي. ما في عندنا مشكلة القديس نحن نكتب، نيكولاوس. معلش معلش، فينا نكتب بالعربي وفينا نكتب باللغة اللي بدنا إياها، بس نحن روم. يعني فينا نقول أرمن مثلا، أوكي فيهم هن يحكوا لغة عربية بشكل جيد ويكونوا أدباء باللغة العربية، فيهم يغنوا بالفرنسي مثل شارل أزنافور كثير منيح عظيم. يعني فيك تقولي أنت اليوم إذا بدك تسمعي النتاج الحضاري الفرنسي مثلا، ما تسمعي أزنافور، بس أزنافور هو أرمني، يعني يحافظ على هويته الأرمنية، على مقومات هويته الأرمنية. شو الغلط يعني؟ إذا نحن قلنا بدنا نحافظ على تراثنا، شو الغلط؟ أنا إذا بدي أعرف قيمي مزبوط أرزي، مش مفروض فيي أعرف تاريخي مزبوط وأعرف القديسين شو كتبوا وشو علموا؟ طيب ما معظم القديسين اللي كتبوا عندي كتبوا بلغة أجدادي وباللغة المقدسة عندي اللي كانت اللغة اليونانية هيدي، أوكي؟ أنا لحتى أعرف مزبوط قيمي بدي أقدر أقراهم مثل ما هن كتبوا لحتى أقدر أفهم حالي مزبوط، لازم أكون على تواصل مع تاريخي لحتى أقدر أعرف كل مقومات الحضارية وأقدر أنقلها للجيل الجديد. فإذا أنا مني عم أقول إنه نحن بدنا نعمل مجتمع يعني ينسى اللغة العربية ولا يتفاعل مع محيطه وينطق فقط باللغة الرومية، أبدا مش هيدا المطروح أبدا. أنا كل اللي عم أقوله إنه نحن يجب أن نبقى ناطقين باللغة العربية وأن نبقى نسهم أعظم الإسهامات في النتاج الحضاري للثقافة العربية، ولكن يجب أن نعرف أننا نحن اسمنا الروم ما اسمنا العرب. يعني نحن ما بنقدر نصبح جزء من الأمة العربية إلا إذا أخذنا المقومات الأساسية للحضارة العربية والذاكرة الجماعية للأمة العربية والأبطال القوميين للأمة العربية. أنا ما بقدر كون روم وافتخر مثلا بخالد بن الوليد يلي هو بطل قومي للعرب ولكنه مش بطل قومي للروم لانه قاتل الروم. مثلا انا بالكنيسه وانت بتعرفي هالشيء، نحن بنصلي بالكنيسه كروم لا ذكرى شهداء عموريا انقره، يعني اللي كانت روميه بوقتها والعرب فاتوا احتلوها ودبحوا اهلها وسبيون وقتلوا 42 شخص منهم، هود 42 صاروا شهداء بالكنيسة نحن منصلي لهم. نعم. العرب بذات النهار طيب يحيون ذكرى الانتصار على الروم في عموريا، ونحن الروم بالكنيسة عم نبكي وعم نتذكرهم وعم نقول هودي شهداء وإلى آخره. إذن كيف بدنا نقول إنه نحن عرب؟ تمام، لكن أنا من هون نحن يجب أن ننسى التاريخ السيء مع العرب، صح؟ أوكي. ولكن يجب أن نبني أفضل العلاقات مع العرب اليوم، ولكن لا نذوب بالعرب ولا نذوب بغيرنا. لا نذوب، بس انت عم تحكي عن نسيج مع العرب بافضل العلاقات ونسيج مع أن ننسج معهم افضل العلاقات. كيف بدك تنسج معهم اذا انا حافظت يعني على لغتي؟ يعني عم بسألك، اعطيني مخطط للنسيج مع العرب ومع المسلمين وحتى مع الغربيين. نعم. يعني لانه انت ما وقف كتابك فقط انه ان لا اكون عربيا او ان لا اكون نحن مسلما، نحن المشرق ونحن مشرقيين ايضا، ان لا اكون غربيا يعني طبعا نحن مشرقيين بالاخر، احنا انتماءنا يعني بس تقول يجب ان انسج مع يعني الكيانات الثلاثة إذا بدك اللي سميتك، يعني شو المخطط للنسيج معهم؟ كيف ممكن ننسج؟ مزبوط. عظيم، في عنا كتير قصص. أول شيء نحن نتشارك معهم المواطنة، هي أول شيء نتشارك معهم الانتماء للإنسانية، مش هيك؟ ونتشارك معهم اليوم الحفاظ على الإنسان المشرقي في وجه الهجمة الإرهابية اللي همني ونحن عم نتعرض لها اثنيناتنا. فإذا ممكن هذا العمل يكون على الأرض بعدة أو يأخذ عدة مناحي. ممكن بالمجالات الثقافية أنه نتعاون، كيف؟ بأنه نعمل أبحاث نحن وياهم، نعمل جمعيات مشتركة نحن وياهم للبحث عن التعددية الحضارية للمشرق. كيف؟ هن بيساعدونا بأنه نحن نبحث عن تاريخنا الرومي في هذا المشرق، ونحن بنساعدهم أنه يبحثوا عن تاريخهم العربي القديم، ونشوف كيف نقدر نبني سوا أوطان نحافظ فيها على بعضنا البعض، مش هيك؟ في عندنا كثير طرق، بنقدر نعمل محاضرات مشتركة
نفرجي فيها وين أخطأنا بحق بعض بالماضي، وين أخطأ الروم بحق العرب، ووين أخطأوا العرب بحق الروم. قادرين نوصل لهيدي؟ إذا بدنا نحكي بعلاقات جيدة بين الناس مجبورين نوصل لها، لأنه ما منقدر نخبي الماضي أو نعمل مثل النعامة اللي بتدفن راسها بالرمل وتقول أنا بدي كب الماضي وراي وبس، وبدي ابني شيء مش مبني على الماضي بشكل صحيح. لا، لازم أعرف الماضي مزبوط. مثلا ليش بدي أعرف الماضي أرزي؟ نحن اليوم مع المسلمين أنا أقول ومع العرب يفترض أن نكون في مواجهة مشتركة ضد اللي عم بيحاولوا يشوهوا الإسلام، يشوهوا الإسلام خلينا نقول، ويشوهوا أو يقضوا على المسيحية وعلى المختلفين عنهم. بدنا نقرأ تاريخ تنعرف مين من الفقهاء المسلمين كان يحب المسيحيين ويفتي بإعطائهم حقوقهم. حتى المسلمين مثلا يعني مثلا بين إمام الأوزاعي أصلا اعتبار هيدي الفئات المتطرفة على أنها إسلامية. كل المسلمين بيرفضوا؟ فإذا مين داعش عم تبني؟ مين اللي عم بيقتلوا مع داعش؟ داعش عم تبني على نفسها. مين اللي نفسها؟ نفسها عبارة عن مين؟ من وين عم بتجيبهم هودي؟ من القمر؟ ما عم بتجيبهم من القمر. عم بتجيبهم من بيئة إسلامية. ولكن أنا فيني أقرأ جملتك اللي كاتبها وأفهمها مثل ما بدي. صح، بس رح أقول لك شو. أنا فيني أطلع بكلمة علاقات ممكن افهمها على اكثر من منحة. اكيد، بس رح اقول لك نفس الشيء. ارزي السن يعني داعش عم تبني ببيئه او عم بتجمع مناصرينا ببيئه اسلاميه، هي بدنا نعترف بهالشيء والاسلام يعترف بهذا الشيء، وعم تبني ايضا على شيء كان موجود تاريخيا. يعني لما هني عم بيحملوا الفأس وعم بيكسروا الصليب، في قبلهم خلفاء بالماضي اللي موجودين بهالكتاب كسروا الكنائس، فعم بيحاولوا يتشبهوا بشيء كان موجود بالماضي، وعم بيبنوا أيضا على فتاوى مثل ابن تيمية مثلا اللي موجود بالتاريخ كمان مذكور بالكتاب. نعم. الذي يفتي بضرورة القضاء على المغايرين عن مذهب السنة والجماعة، وبالتالي هؤلاء يبنون على شيء كان موجود في الماضي. ونحن ايضا اذا بحثنا في التاريخ وجدنا انه كان في ايضا نماذج لشخصيات عربيه واسلاميه بالعكس كانت منفتحه، ولكن للاسف لا يتم الاضاءه عليها. يجب ان نقرا التاريخ لكي نضيء عليها. مثلا بين قائد مثل خالد بن الوليد دخل دمشق وهو يقتل المسيحيين، وقائد مثل ابو عبيده بن الجراح دخل دمشق صلحا هو والمسيحيين مع بعضهم. يجب أن نركز مع المسلمين على نموذج أبو عبيدة بن الجراح مثلا، بين نموذج ابن تيمية يلي أفتى بقتل المخالفين، ونموذج الإمام الأوزاعي يلي كان يحب المختلفين عنه والمسيحيين، خرجوا بجنازته المسيحيين واليهود والمسلمين. يجب أن نشدد مع الإخوة المسلمين على نموذج مثل الإمام الأوزاعي في الفقه وفي الدين. فإذا مشان هيك لازم نقرأ تاريخنا، لأنه بالآخر نحن أبناء هذا التاريخ. رودريغ، اليوم وضعت أنت كتاب روم المشرق، مين من الهيئات الإسلامية إذا بدك أو الشخصيات الإسلامية باركت العمل وقريت هالكتاب ووافقت لك على المضمون وقالت لك أنه مضمونك جيد وأنصفت في العرب والروم؟ هلأ نحن طبعا الكتاب بعده جديد النشر، يعني بعد يمكن ما تسنى، والكتاب كبير مثل ما شفتي، يعني بعد يمكن ما تسنى لكثير ناس أنه يقرأوه، ولكن الكتاب يعني يبدأ بشهادة لنبي المسلمين في الروم. بحب أني أقرأ لك إياها. فضل. أكيد. وهي يعني بعتقد شهادة نبي المسلمين هي أكبر شهادة ممكن تكون في الروم، يعني يجب أن يقرأها المسلمون اليوم ويحافظوا على الروم حفاظهم على أثمن شيء ربما في هذا الشرق، أو خلينا نقول على المسيحيين. مع الموارنة. على المسيحيين. لا يعني هلا شو بيقول؟ بيقول إن في الروم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة،
وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. فإذا هذا الكلام لنبي المسلمين عن الروم. إذا نبي المسلمين أحب الروم، وفي حربهم يعني في الحرب بين الروم والفرس أيضا نعرف نحن أنه في القرآن نزلت سورة الروم، واللي كان يحب النبي أنه الروم يربحوا بهالحرب. فإذا نحن اليوم المسلمون اليوم يجب أن يشددوا على ما قاله النبي في الروم، وليس على ما نفذه بعض الأتباع فيما بعد يعني ضدنا من مجازر وإلى آخره. من يريد العودة للسلف الصالح السلفيين يعني يجب أن يعود للنبي فيما قاله عن الروم، وليس للناس اللي كانت تتصرف وفق يعني عصبياتها ومزاجياتها. أهوية. نعم. رودريغ، أنت اليوم لما وضعت هذا الكتاب، هل وضعته كرودريغ خوري المحامي اللي حب يتعرف على هويته الرومية ويتعمق بالبحث عنها، أما وضعته كرودريغ خوري رئيس حزب المشرق اللي عم بيحاول من خلال هذا الكتاب يثبت إذا بدك أحقيته بتأسيس هالحزب؟ هلا الحزب ما خصه بموضوع الهويه كتبته التاريخيه. كرئيس حزب كتبته عندك واجب ابدا ما خص رئيس حزب، كتبته هذا قبل ما ناسس الحزب اصلا. الكتاب هو مشروع بحث مثل ما قلت لك من وقت اللي كان عمري يعني 4-5 سنين وولد وعم فكر عن هويتي. فاذا ما خص الحزب، هي اسسنا الحزب نحن يعني طبعا اضافه ل ممكن يكون الحزب اجى على خلفيه بحثك على خلفيه الكتاب. بحثنا صح. فاذا انا كتبت الكتاب من منطلق رودريغ الرومي المشرقي الذي يبحث عن هويته. شو يعني رومي وشو يعني مشرقي، بس بهالبساطه. رودريغ، انت متهم من قبل كثيرين انك انت يعني مثل بيقولوا الظاهر مبين دفاعا عن الهويه وعن الارثوذكسيه والى ما هنالك، ولكن ضمنيا انت عم تشتغل سياسي. ولكن انا اليوم بدي اعرف يعني اين هو رودريغ من عيش الايمان الارثوذكسي؟ انا بشوفك بمقالات بتكتبها مثلا عن الروم، عن هويتهم، بعض القصص اللي بتمرقها واللي هي جدا مفيده ومرات بتكون نادره، ولكن اين هو رودريغ من ممارسه ارثوذكسيته يعني بالعيش وبالايمان؟ اول شيء جوابا على هالسؤال، انا هويتي الحضاريه رومي ولكن انا قلت مره انا رومي، هيدي باكدها لاني ابن حضاره الروم اللي جدودي ورثوني هالاسم يعني ولازم احافظ عليه. انما انا اسعى لان اكون ارثوذكسيا، اسعى دائما لان اكون ارثوذكسيا، لانه صعب اي انسان يكون ارثوذكسي. ان تكون ارثوذكسيا يعني ان تكون قديسا، هذا يعني ان تكون ارثوذكسيا، لانه الارثوذكسيه هي استقامه الراي. من منا في كل ممارساته يكون مستقيما؟ في تكون مستقيم الايمان، نحاول ان نكون مستقيمين، نحاول دائما. يعني انا شبه نفسي، انا اعترف بضعفاتي يعني بالنتيجه، انا احاول دائما ان يعني اتوق الى ان اكون افضل، اتوق الى ان اكون ارثوذكسيا حقيقيا. يعني مثل الرب لما سأله قال له هل تؤمن؟ قال له أؤمن يا رب ولكن أعن قلة إيماني. أنا ربما أكون يعني أريد أن أؤمن، أنا مؤمن ولكن لدي ضعفات مثل كل الناس يعني. ولذلك أنا أقول أنا دائما في كفاح من أجل أن أكون أرثوذكسيا حقيقيا، أن تكون أفضل، أن أكون أرثوذكسيا. كل أرثوذكس يعني اليوم يتسلمون العقائد والإيمان إلى آخره، يعرفونها، ولكن أن نطبق الأرثوذكسية هون
هون القوة. نعم. رودريغ، أين هي الكنيسة الأرثوذكسية اليوم والأنطاكية تحديدا من هذا الكتاب؟ أول شيء الكنيسة هي نحن كلنا، يعني كلنا كنيسة. لا، سؤالي واضح. الكنيسة الأنطاكية ممثلة برأس الكنيسة اللي هو البطريرك يازجي، البطريرك يوحنا العاشر، يعني إذا فينا نقول الروحانيين بكنيستنا، يعني قادة كنيستنا، مطارنتها، رؤساء كنيستنا. أين هم من هذا الكتاب؟ يعني عرضت عليهم، ناقشتهم في أول شيء الكتاب كتاب تاريخي محض، يعني الكتاب منه له، ولكن أيضا الكنيسة رأي بالتاريخ، ما هيك؟ ربما للكنيسة قد يكون آراء في التاريخ. أوكي. ما بيقدر للكنيسة يكون رأي واحد بالتاريخ. نعم. لأنه الكنيسة مثل ما قلت لك هي مجموعة المؤمنين ومجموعة الإكليريكيين ومجموعة المطارنة. نحن الأرثوذكس بكل شيء هيك مجموعة، يعني حتى السلطة العليا في كنيستنا دائما هي مجمع مقدس. فإذا هناك آراء مختلفة في التاريخ، هناك رأي واحد في العقيدة في الكنيسة الأرثوذكسية. نعم. أما في التاريخ، في الأمور التاريخية، في المقاربات الاجتماعية أو السياسية أو التاريخية، يعني هذا بيرجع للشخص. مثلا مثل عندنا يعني رجالات كبار بكنيستنا يؤمنون بالرومية، معروفين يعني رجالات كبار. نعم. وهن تلاميذ بدون تسمية رومانيديس، تلاميذ يعني الفيلسوف يعني رومانيديس. نعم. فإذا في عنا اتجاهات عديدة بالنسبة لهذا الموضوع. ما في الكنيسة ما بتجي بتقول انه انتم مفروض عليكم يكون لكم رؤية واحدة للتاريخ او رؤية واحدة للسياسة او رؤية واحدة للعلوم الاجتماعية. قداش الناس يعني هي حرة. الكنيسة تقول الكلمة الفصل في العقيدة. نعم. ونحن نتبع في هذا الأمر، أو خلينا نقول المجمع يعني يقول كلمة فصل في العقيدة وليس في الأمور الأخرى. هذه كلها بتبقى وجهة نظر يعني ورأي. نعم. ولكن هل بإمكاننا اليوم أن نشوف الكنيسة الأرثوذكسية لما بدها تعود لمصدر تاريخي، الكنيسة الأنطاكية، خليني أحكي تبعكم عم بشمل، هل ممكن تجي تاخذ كتاب رودريغ خوري ترجع لمعلومة فيه؟ هلا أنا بقول لك شو أنا عملت بالكتاب الأول. الكتاب هو يعني فتشت على مصادره بكل الأماكن يلي ممكن تحلمي فيها، يعني كنت أقرأ سكرت لهم إياهم، كنت أقرأ 5000 صفحة لحتى شيل منها جملة بتحكي عن الروم بتاريخهم. أوكي. فأنا هونت على اللي بده يبحث عن تاريخ الروم إنه يفتح الكتاب ويشوف، أحسن ما يقعد يبحث مثلي 10000 صفحة لحتى يشيل منها جملة. نعم. فإذا بيحبوا ياخذوا فيه بيكون كتير منيح، لأني سهلت عليهم كتير أمور. يعني لما رينا الواقدي بفتوح الشام، وهو كتاب ضخم مثلا بلغة عربية قديمة إلى آخره، حتى افهم مين كانوا الروم بالشرق، والعرب لما فاتوا كيف جابوا ترجمان معهم لحتى يفهموا على روم حمص وعلى روم حلب وعلى روم بيروت إلى آخره. فإذا هيدي مصادر موثقة، فأنا سهلت على أي شخص يريد أن يقارب هذا الموضوع ويريد أن يعرف كيف حصل التعريب لكنيستنا، كيف صار شعبنا يحكي اللغة العربية، كيف ترجم الطقوس وهذا إلى اللغة العربية، وكيف بقي بالمرحلة الأولى يحكي يوناني، أو كيف كتب أيضا اللغة العربية بالحرف اليوناني لفترة. نعم. فإذا أنا سهلت كثير على الباحث، لأني أنا فتشت يعني مثل اللي عم بفتش على اللؤلؤ بالبحر، يعني لهالدرجة. حلو. وجمعتهم بهالكتاب، وإن شاء الله يعني بعدين بيكون في إلنا، لأن البحث هو مستمر دائما بيكون، إن شاء الله بيكون في إلنا كمان كتب أخرى بتعالج أكيد إما هالموضوع مواضيع شبيهة. أكيد نتمنى لك هذا الشيء. رودريغ، هيك قبل ما نختم هالحلقة، إذا اليوم أنا بدي أجي أشوف مين ساهم بمرحلة ما بإضمحلال هالهوية أو محاولة طمسة، محاولة تذويبة بهوية الآخر، على من يضع رودريغ خوري اليوم اللوم؟ على الظروف التاريخية، على الجميع، حتى ما نحمل مسؤولية لغيرنا، فينا نحمل مسؤولية لنفسنا كمان. فينا نقول خلينا نبلش من حالنا شوي، يعني نحن نتحمل مسؤولية بهذا الموضوع. جدودنا ببعض الأحيان كانوا يتحملوا مسؤولية بهذا الموضوع، لأنه
صار خلافات كتير نحنا بين بعضنا، أدت لحتى يتحكموا فينا الآخرين ويفرضوا علينا اتجاهاتهم الحضارية بأماكن معينة. كتار منا تركوا الأرثوذكسية، يمكن بفترات من التاريخ نشوف بهالكتاب إنه اضطروا يتركوا الأرثوذكسية. نحن كمان بمراحل معينة من التاريخ ما كنا مناح بحق بعض، قتلنا بعض، انقسمنا بين بعض. خلينا نتعلم من الماضي لحتى ما نتهم الآخرين، خلينا بالأول نبلش نعرف حالنا مزبوط، نعرف نحن وين أخطأنا حتى نتفادى تكرار هالأخطاء نعم. بالمستقبل. في ناس كثير هي بطبيعة الحياة، بقانون الحياة، يعني انه القوي يسيطر على الضعيف، ولكن الضعيف ليش خلى حاله يضعف؟ هون السؤال. القوي ليش خلى حاله يضعف؟ هي القوي فينا نقول بيسيطر يعني على انه هل الضعيف. انا رح نقول انه القوي يحاول السيطرة على الضعيف، طيب هالضعيف كان قوي، ليش ضعف؟ ليش خلى حاله يضعف؟ طب رودريج، انت اليوم عم تحكي عن يعني الملامة، وفضلت تحط ملامة على كل انسان يبلش من نفسه. اليوم رودريج قدام هيدي القضية اللي هي عدم الذوبان بهوية الآخر، مين ما كان يكون، غربي عربي إلى ما هنالك، والتمسك بالهوية الرومية. اليوم رودريك يعني بعيدا عن هذا الكتاب، كيف يعبر عن تمسكه بهويته الرومية؟ شو عم تعمل كرمالا إذا بدك؟ أول شيء عملنا كتاب. خلينا كل نقول حلقة كانت إنه الكتاب. يعني خلينا نقول إنه نحن عم نفتش أول شيء. نعم. أول شيء عم نسأل. والسؤال مهم. تاني شيء عم نبحث حتى نلاقي أجوبة للسؤال. نعم. وبعد ما نبحث عم نشهد للي عرفناه. وعم من بعد ما نشهد عم ننشر وعم نمشي بين الناس وعم نخبر يلي عرفناه. فإذا نحن شو عم نعمل؟ نحن عم نعمل هو. رودريج، شو الرسالة الأخيرة اللي بتحب توجهها من بعد هيدي الحلقة اللي حكينا فيها عن الهوية وعن اللغة؟ ويا ريت هيك بس قبل ما توجه رسالتك، بس تحكيني على نقطة اللغة. لما بتضمن هالكتاب موضوع اللغة، إذا أنت بتوق إذا فينا نقول لإعادة استعمال هيدي اللغة وترويجها إذا بدنا، فأنت على الصعيد الشخصي كيف عم تتعامل مع هيدي النقطة بالذات، اللغة؟ أنا بحكي اللغة يعني، وطبعا بعرف اللغة الرومية إلى حد ما يعني. كل بعتقد إنه أكثر الروم بيحبوا يعرفوا هاللغة هيدي، لحتى يقدروا يكونوا على تواصل مع تراثهم ومع تاريخهم. يقدروا يقروا مثلا الإنجيل باللغة الأصلية اللي انكتب فيها، يقدروا يقروا يوحنا الدمشقي باللغة الأصلية اللي كتب فيها، يقدروا يقروا الذهبي الفم اللي عمل خدمة القداس الشهيرة عنا باللغة الأصلية اللي انكتب فيها. فإذا يقدروا يقروا رومانوس المرنم، يعني نحن بنعرف عنا تراتيل مهمة جدا بالكنيسة، يسوع الحياة في قبر وضع، رومانوس المرنم ابن حمص كتبها بالرومي بالأول. حتى نقدر نكون على تواصل مع تراثنا ونعرف ذاتنا مزبوط، يجب أن نعرف هذه اللغة. لا يكفي بالمرحلة الأولى أنه نتعلم شوي، يعني كيف نقراها حتى يمكن نقدر نرد شوية أصالة، هيك نحن نرتل نتفي بالكنيسة بهاللغة، نقدر نقرأ شوي منها. مش بالضرورة انه نحكيها بالشارع يعني، لا بيسوى نحكي عربي بالشارع كمان، مش 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 شغلي غلط، بالعكس لازم نكون على تواصل مع كل الناس. تمام. الرسالة الأخيرة اللي بتوجهها رودريج، لأنه الوقت داهمنا. الرسالة الأخيرة انه نحن يجب أن نبني المستقبل. والركن الأساس لبناء المستقبل هو معرفة الماضي. لننجح في بناء المستقبل يجب أن نعرف الماضي، أن نعرف أنفسنا، صح؟ وأن نعرف الآخر، حتى نقدر نبني نحن والآخر مستقبل عظيم إن شاء الله. رودريج، أنت كنت ضيف مميز اليوم،
برجع بكرر يعني مش بس للكتاب اللي حاطه اللي هو كتاب تاريخي، إنما أيضا وجود صديق لألي هون بالحلقة أمر يعني بغاية السرور. أهلا وسهلا فيك، شرف وشكرا إلنا عزيز. على المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وبنتأمل لك إنه يكون هيدا يعني أول حبة من مسبحة كتب ممكن تقدمها للأمة الرومية، وإن شاء الله نقدر يعني أيضا نقول للكنيسة الأرثوذكسية. وطبعا محطتنا هي منبر على طول مفتوح لإلك، وإن شاء الله بيكون حر على طول تقدر من شكرا خلاله تعبر عن أي شيء بتتمناه. شكرا شكرا عزيز. لحضورك. إذا مشاهدينا، أنا بهالشكل كون ختمت اليوم مع المحامي رودريك خوري اللي استضفناه بحلقة تحت عنوان روم المشرق الهوية واللغة، واللي هو عنوان الكتاب اللي أصدره مؤخرا. أنا بتمنى أن الحلقة تكون فادتكم وجاوبت عن أسئلة عديدة. ملتقانا فيكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. رودريك، بس إذا بدهم الناس تشتري هذا الكتاب، بس وين ممكن تلاقيه؟ موجود بمكتبة أنطوان بكافة فروعها، موجود بالفيرجن كمان بفروع، وبمكتبة بيسان بعتقد بالحمرة، وعند دار الجيل يعني هو صادر، فبيقدروا كمان يتواصلوا مع دار الجيل ويعرفوا وين موجود. بالنسبة للأردن وفلسطين كمان رح يتم نشر الكتاب هونيك نظر. إن شاء الله. على كل رودريك، نرجع نكرر مباركتنا لك بهذا الكتاب، وإن شاء الله بيكون مثل ما قلت لك حبة بمسبحة طويلة، وتكون سلسلة من الكتب اللي رح تغني فيها مكتباتنا. إذا مشاهدينا، أنا بهالطريقة رح أختم حلقتي، والتقينا فيكم الأسبوع المقبل، والله معكم.